صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قولهم فتحها عنوة؟ فتحها عنوة يعني بالقتال، فتحها عنوة عن نوع صلح، لم يفتحها صلحا وإنما فتحها عنوة. واختلف العلماء في مكة هل فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صلحا أو فتحها عنوة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والصحيح أنه فتح بعضها عنوة وبعضها صلحا. نعم.